صبحك الله بالخير يا ابو صالح. اليوم التاريخ 11/7، طالع الاسماك النفوق في جول الكويت عند جزيرة ام النمل. هذه جزيرة ام النمل والدوحة، وانا جاي راد كأني رايح الديرة. شوف يا ابو صالح، طالع النفوق شيء مو طبيعي. البحر كله ما بين شعم ومزيزي وجواف، طال شعوم شعوم يا ما شاء الله، طالع كلها طاف، كلها نفوق بسبب ركود طالع وحر، طالع سمك الكبار، شيء خيال خيال على مد الشوف، كل أسماك طالع. 11/7/2020، شوف يا أبو صالح، شوف طالع الشعم، شوف إيش كبره هذا اللي جاي، شوفه طالع وأسماك، هذا أنا فوق الجسر بعد، طالع منه. أظن الطيور شبعانة من الأكل. Violation of unlawful assembly. You are ordered to cease your unlawful behavior and disperse peaceably from the area immediately. If you continue to obstruct, resist, and or interfere with peace officers, you will be violating Minnesota State Statute